أول آية من آيات التسعة اللي ربنا أرسلها وحبى بها سيدنا موسى إلى فرعون العصا. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى أعطاه العصا، والعصاية دي ربنا سبحانه وتعالى يقول لما سأل سيدنا موسى قال لي فيها مآرب أخرى أتوكأ عليها أهش بها على غنمي لي فيها مآرب أخرى. يبقى إيه اللي في إيدك اليمين دي أو إيه في ما في يمينك؟ عصاية. بس العصاية دي مش أي عصا كانت مع أي إنسان يمتلكها، عصاة معجزة يضرب بها الحجر يخرج منها منه الماء ويضرب على الماء يصير حجرا. سبحان الله، عصاة تكون ثعبانا يلقف ما يأفكون، حية عظيمة تبتلع كل الحيتان أو الحيات. شوفوا بدل ما أعظم من هذه، عصاة يهش بها على الغنم. والهش غير الهس، كلمة أهش بها على غنمي أي أضرب بها ورق الأشجار حتى يتساقط الورق على الأرض فتأكله الغنم. يبقى أهش بها على غنمي يعني أضرب الورق بتاع الشجر ينزل الورق على الأرض الغنم تأكله. إنما الهس هو زجر الغنم، إنسان بيزجر الغنم بيضرب الغنم بيسوق الغنم بشدة، ده اسمه هس. يبقى قال هي عصاي أتوكأ عليها، عصاي أمسكها في إيدي لي فيها مآرب أخرى. المآرب الأخرى كثيرة جدا، أدفع بها عن العدو، أعملها خيمة، أتسند عليها، أضربها أي حاجة، أدافع عن نفسي بها. مآرب كثيرة جدا للعصاية، أجف بها أخطب وأنا ماسكها، يبقى ليها مآرب عظيمة أخرى كثيرة عن سيدنا موسى لا يعلمها إلا الله. طيب العصاية اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها إلى سيدنا موسى أمره بأن يضرب بها الحجر فانبجست منه 12 عينا، وفي آية فانفجرت منه 12 عينا. يبقى انبجست منه كام؟ 12 عين، وانفجرت 12 عين. هذا الحجر كان حجر في جبل الطور اللي هو جبل في مصر، يسمى جبل الطور في مصر لأن قصة سيدنا موسى كلها حصلت في مصر. يبقى جبل الطور ده اللي هو طور سيناء ربنا سبحانه وتعالى وضع هناك حجر معين، وقيل أحجار كثيرة كان بحجم رأس الشاه، يعني حتة حجر صغيرة تمسكها في ايدك. ربنا أمر سيدنا موسى أن يضرب، لما بني إسرائيل ما بقاش عندهم مية وعطشانين وأوشكوا على الهلاك، ربنا قال لسيدنا موسى اضرب الحجر ده هتنبجس منه 12 عين. 12 عين ليه؟ لأن أولاد سيدنا يعقوب أو الأسباط كانوا 12 عيلة، 12 رأس كبيرة يعني 12 عيلة، كل عيلة كان ليها عين بتشرب منه. يبقى كام سبط؟ 12 سبط، كل سبط كان ليها عين. فربنا أمر سيدنا موسى أن يضرب على الصخرة، طلع الحجر ده كان ليه 4 أركان، كل ركن طلع كام؟ 3 أعين من الماء. يبقى 3 عيون من كل مكان، كل قبيلة أو كل سبط أو كل مجموعة كانت بتشرب منين؟ من عين من الأعين ال 12 دي. طب إيه الفرق بين انبجست منه 12 عينا وانفجرت منه 12 عينا؟ الانبجاس يسبق الانفجار. ايه معناه؟ يعني لما ربنا امره ان يضرب على الحجر انبجست، يعني ايه؟ لما الواحد بيبص كده العين معينه يبص يلاقي الميه في الاول بتطلع بسيطه خالص، بسيطه بسيطه، تزيد لحد ما ايه؟ ما تنفجر. يبقى انبجست يعني الميه بدات تطلع حاجات بسيطه منها، تنزل ببطء ببطء كده، يا دوبك زي ما احنا بنسميها كده، هو حاجات بسيطه طالعه من كل ثقب. بعد كده الميه انفجرت، يعني طلعت بغزاره من كل عين. يبقى عرفنا معنى انبجست وانفجرت. انبجست يعني طلعت ميه قليله في الاول
بعد كده انفجرت يعني طلعت ميه كثيره. يبقى ده بالنسبه للحق اول شيء للعصايا مثلا اللي معروف في القران. نيجي الشيء الثاني ان ربنا سبحانه وتعالى امر العصايا دي تبقى تعبان. فالقى عصاه فهي ثعبان مبين. ثعبان، والثعبان هو الذكر من الحيات، يعني ذكر عظيم يسمى ثعبان. والثعبان هو ذكر عظيم الهيئة وعظيم المقام، يعني جسمه كبير خالص. ربنا سبحانه وتعالى أوحى يا موسى أن ألق ما في يمينك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. وفي آية يا موسى لا تخف إنه لا يخاف لدي المرسلون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال له ارمي العصايه اللي في ايدك، رماها لقيها ثعبان عظيم سيدنا موسى مش متعود عليها، فاول ما لقاها حيه بالحجم ده كله فضل يجري ولم يعقب، يعني حتى ما بصش وراه من كتر الفزع والهلع اللي هو فيه. لما رمى العصايه لقاها ثعبان، لقاها حاجه مهوله، حيه عظيمه، ما تخيلش ان حته عصا ماسكها في ايده يرميها تبقى دي كله. فولى مدبرا ولم يعقب، فضل يجري سيدنا موسى حتى ما يلتفتش وراه. يا موسى اقبل ما تخافش، تعالى تعالى اقبل ولا تخف، تعالى ما تخافش، ارجع تاني ما تخافش، انه لا يخاف لدي المرسلون، ده انت نبي مرسل، انك من الامنين. العصايه اللي انت رميتها بقت حيه دي، ما تخافش، ارجع تاني وامسك العصايه شوف ايه اللي هيحصل. فشوفوا الايه العظيمه اللي ربنا ارسلها لفرعون، ومع ذلك فرعون ما يؤمنش. رجع سيدنا موسى للعصايه تاني، مد ايده وهو خايف وهو مرعوب. ما واحد ماسك حته عصايه صغيره رماها بقت حاجه مهوله خالص، خاف. رجع مد ايده على العصايه، مسكها في ايده بقيت عصايه على الحيه دي، لقاها عصايه، رجعت عصايه مره ثانيه، مسكها في ايده زي العصا، خلاص عصايه عاديه. دي كانت آله عظيمه. فرعون ما فيش فايده فيه. يبقى ايه اللي يحصل؟ يجيب سيدنا موسى يقول له انك لمن المسحرين، ده انت ساحر، ده انت كده بتسحر الناس. قال له لا، تعالى موعدنا بقى تشوف يوم معين نقف فيه مع بعض انا وانت ونشوف مين فينا اللي هيفوز، مين اللي هيغلب. فرعون جاب السحره كلهم، لف البلاد، اسكندريه والفيوم، لف مصر كلها علشان يجيب السحره دول. جاب سحره كتار جدا، قرابه 900 وقيل 10,000 وقيل 30,000 وقيل بان الاحمال والحاجات اللي كان يشيلها دول كان اكتر من 300 بعير او 1000 بعير شايلين السحر ده. شوف بقى كل الدنيا دي، هي ما هو فرعون جاب كل السحر، ياتوك بكل سحار عليم، بكل سحر موجود في مصر يجي عايزين يهزموا سيدنا موسى. فكل السحر على مستوى مصر، اسكندريه، الفيوم، هنا كل السحر جم. قالوا بعزه فرعون انا لغالبون، بعزه فرعون. سيدنا موسى يقول بعزه مين؟ بعزه ربنا. ما استمسك بربنا يا اخي. هم وقفوا كلهم قالوا له اما ان تلقوا واما ان نكون نحن اول الملقين. ايه رايك يا موسى؟ ادي الدنيا كلها اجتمعت اهي. اهي مصر معظمها جه. كبار مصر وصلوا. انت خدناهم الاسبوع امبارح اهو، لما نشوفهم يبقوا رجاله ولا عيال. هيخدمونا ولا يبقوا زي اللي قبليهم بفلوس. هنشوف البهوات النواب الجداد، ولاد حلال ولا ولاد حرام. هنشوفهم ان شاء الله تعالى، هيدوروا وتعدي زي ما بنقول. يا اما يبقوا رجاله ونقف وراهم على طول، يا اما يبقوا ستات وياخدوا على دماغهم بالجزم. ما هي كده. يبقى جم الكبار كلهم واقفين، وفرعون معاهم، وسيدنا موسى واقف وحديه معاه حته عصايه. فين السحر بتاعك يا موسى؟ قال له انا ما معيش السحر، انا معايا الحقيقه، دي حته عصايه انت كلكم شايفينها. فسحروا أعين الناس، ألقوا حبالهم وعصيهم
وكل ده يخيل اليه من سحرهم انها تسعى، حاجات من الزئبق كده وحاجات بتلعب كده وبتاع، رموا الدنيا كلها اتملت تعابين. الله، الناس خايفه من التعابين دي كلها، المكان كله اتملى تعابين. طبعا هي مش تعابين بالنسبه للصحراء، شايفينها ان هي حبال، انما اعين الناس اللي سحرت، اعين الناس قالوا دي تعابين ماشيه وعمال تلعب في بعضها وتجري وتعمل وبتاع. سيدنا موسى لما لقى الامر كده برضه اوجس في نفسه خيفه، خاف شويه كده، ايه الدنيا دي كلها اللي اتملت تعابين دي؟ طب حته العصا هتعمل ايه؟ هتموت ده كله، هتبلع ده كله، هتعمل ايه مع التعابين دي كلها دي؟ ربنا اوحى اليه ان الق ما في يمينك تلقف ما يأفكون. كل اللي عامله ده كذب في كذب، ده كله كذب في كذب، فلوس اتدفعت وحالات اتدفعت وفي الاخر صدق واتنير. المهم سيبنا من الناس دي. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اكرم سيدنا موسى، قال له ارمي ارمي اللي في ايدك هتبلع كل اللي قدامك ده. سيدنا موسى القى العصاه، رمى العصا على الارض، قال لهم كل السحر اللي عندكم جيتوا بكل حاجه، ايوه طيب ارمي العصا. رمى العصايه فتحت فاها بقيت حيه، الحيه دي فتحت حنكها او فمها اخذت تبتلع كل ما القوه السحره. يبقى فضلت ماشيه عليهم واحده واحده شويه شويه تبلع فيهم، بلعت كل الحاجات اللي هم جايبينها، وما بقاش على الارض غير الحيه بتاعت او العصايه بتاعت سيدنا موسى. ربنا اوحى اليه خد العصايه بتاعتك بقى، مد ايده في حنك الحيه وامسكها، بقيت عصايه زي ما كانت عصايه زي ما هي. السحره لما لقوا كده فالقوا ساجدين، قالوا امنا برب موسى وهارون. قال امنتم به قبل ان اذن لكم، انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون. شوف بقى لما خذلوا وهزموا وهم عارفين الحقيقه، ما السحر عارف الحقيقه دي، الراجل اللي دفع فلوس للحرام ازاي ده هيبقى بكره وبعد نائب مجلس الشعب؟ ازاي؟ ازاي يبقى مجلس نواب ولا مجلس الشعب؟ ازاي يبقى انت راجل بترشد الناس النهارده وبكره ازاي تبقى انت تتكلم باسمك؟ فلما هم عارفين الحقيقه فين؟ فوصل الامر بيهم الا انهم امنوا. قعد فرعون يدعو، قعد سيدنا موسى يدعو فرعون 20 او 40 سنه لم يؤمن، والسحره امنوا في لحظه. اول ايه من ايات التسعه اللي ربنا ارسلها وحبى بها سيدنا موسى الى فرعون العصا. فاوحينا الى موسى ان اضرب بعصاك الحجر. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى اعطاه العصا.